حلقة جديدة من حلقتنا على المشاهد تي في. حلقة اليوم نخصصها للبرازيل، قوة اقتصادية صاعدة. الحصة الثانية تتعلق بالصناعة البرازيلية. كما تلاحظون أعزائي التلاميذ، هذه هي الخريطة العامة للبرازيل، مساحة يعني مترامية الأطراف كما قلنا في الحصة السابقة. يتركز هذا الإنتاج الصناعي في منطقة شمال، يعني بالغابة الاستوائية وبالضبط في منطقة مناوس، ثم بالجهة الشمالية الشرقية وبالجنوب الشرقي. إذن كما تلاحظون هذا اللون الأخضر يعني مناطق تزخر بالمواد المعدنية والغابوية، ولها علاقة بتصنيع هذه المواد المعدنية وكذلك بتصنيع هذه المواد الغابوية، خاصة فيما يتعلق بالأخشاب وإنتاج الورق. ثم أن الجهة الشرقية يعني منطقة موسورو ماسيو سلفادور ومنطقة بليم، هذا الرباعي هي مركز الصناعة البرازيلية في بداياتها، والآن تسعى البرازيل إلى تطوير أو تحديث هذه المنطقة لأنها كانت متقدمة يعني ابتداء من نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الصناعة البرازيلية، والآن تسعى البرازيل إلى تحديثها وتطويرها. ولكن اللب والقلب النابض للصناعة البرازيلية يتمحور هنا في الجنوب بهذا اللون الأحمر، منطقة ريو دي جانيرو، ساو باولو، و بيلو أوريزونتاي. أوريزونتاي يعني هذا الثلاثي تتمحور فيه الصناعة البرازيلية بشكل كبير جدا. ثم بمنطقة سانتوس وبورتو أليغري، وهي صناعات متنوعة من طبيعة الحال، ويعني في هذه المنطقة ريو دي جانيرو وساو باولو وبيلو أوريزونتاي يعني محور ثلاثي مهم للصناعة البرازيلية. بالنسبة لهذا الدائرة الحمراء هي مراكز صناعية بدءا من الجنوب، بورتو أليغري، سانتوس، ساو باولو، ريو دي جانيرو، سالفادور، ماسيو، حي تتواجد بها الصناعات الكيماوية. نفس الأمر بالنسبة لموسورو، تتواجد بها الصناعات الكيماوية. ثم بوركارينا يعني صناعة الألمنيوم، وفي منطقة مناوس صناعة الإلكترونيات. بالنسبة للصناعة البرازيلية تاريخيا تزايد الاهتمام بها بعد الحرب العالمية الثانية، خصوصا صناعة الطيران ونمو أقطاب صناعية بمدينة ساو باولو يعني بالقرب من ريو دي جانيرو، وخصوصا صناعة الطائرات. ثم تطور هذه الصناعات، تطور صناعات الصادرات الصناعية واحتلال مراتب متقدمة في مجموعة من الصناعات، سأعود إلى هذا الأمر. هذه الصناعة كما قلنا دائما أنها عالمية وتمتاز بالضخامة وتحتل مراتب متقدمة، ثم أنها متنوعة لأنها تحتوي على صناعات استهلاكية، صناعة النسيج والمواد الغذائية، صناعة تجهيزية، صناعة أساسية، صناعة عالية التكنولوجيا. وكذلك تساهم هذه الصناعة ب 34.3% من الناتج الوطني الخام. هذه الصناعة كذلك يعني تعرف يعني أنها تحتل مراتب متقدمة على المستوى العالمي في العديد من المنتوجات الصناعية. أول هذه المنتجات صناعة الطائرات الخفيفة، وكذلك المرتبة الأولى في صناعة السكر وصناعة السكرية بشكل عام، وكذلك صناعة العصير. المرتبة الخامسة في إنتاج المطاط، المرتبة السابعة في إنتاج الخشب لارتباطه بالغابة الاستوائية المترامية الأطراف، وكذلك في إنتاج المرتبة الثامنة في إنتاج الصلب، والمرتبة التاسعة في إنتاج السيارات، 2,534,000,000 سيارة. ثم كذلك المرتبة 11 في إنتاج الصناعات الكيماوية، والتي تتواجد بمنطقتين أساسيتين
بمنطقة موسورو ومنطقة ماسيو. هذه الصناعة لها العديد من العوامل المساعدة. هذه العوامل المساعدة يمكن تلخيصها بعجالة فيما يلي: أولا، توفر على ثروات معدنية وطبيعية وطاقية، وكذلك في هذه المساحات المترامية الأطراف. للتذكير أن البرازيل تحتل الرتبة 14 في إنتاج البترول وكذلك إنتاج الغاز الطبيعي، الفحم المتواجد بكثرة من طبيعة الحال، ثم الحديد والمنغنيزيوم. يعني التوفر على المواد معدنية وطبيعية بشكل كبير جدا تؤهلها لإنتاج العديد من المواد الصناعية. كذلك سياسة تشجيع القروض والتسهيلات التي تمنحها الدولة في مجال الإنتاج الصناعي، ثم تبني الدولة لسياسة الأسواق المفتوحة أو اقتصاد الليبرالي الحر، وجلب العديد من الاستثمارات، وكذلك جلب العديد من الشركات المتعددة الجنسيات. وهذا فيه منفعة من جهة وفيه خطورة كذلك من جهة على الاقتصاد البرازيلي. ثم انخفاض تكاليف الإنتاج والنقل واتساع الأسواق سواء منها الداخلية أو الخارجية، وكذلك انتشار مراكز البحث، ثم ضخامة هياكل الصناعة وقوة البنية التحتية للاقتصاد البرازيلي، مما يؤدي إلى تعدد المشاريع الاقتصادية. ولكن رغم هذا الاحتلال البرازيلي للمراتب الأولى على المستوى العالمي وكذلك هذه العوامل المساعدة، كما نلاحظ في الخريطة فإنها تعاني من مشاكل جمة، أو أن الصناعة البرازيلية تعاني من مشاكل كبيرة جدا كما تلاحظون. يعني أن منطقة الوسط ومنطقة الجنوب، هذه المناطق ومنطقة وسط البلاد فارغة بشكل ملفت للنظر، وتركز هذه الصناعات في منطقة الشرق، الشمال الشرقي والجنوب الشرقي والشمال، في حين أن المناطق وسط البلاد والجنوب هي مناطق يعني لا توجد بها صناعة، وتحاول البرازيل تدارك هذا الموقف بخلق صناعة جديدة وخلق بنية تحتية جديدة تساير هذه المناطق. كذلك تعاني الفلاحة البرازيلية من المنافسة الشديدة مع يعني دول الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة الأمريكية والدول الصناعية المتقدمة، وكذلك أن يعني الصناعة البرازيلية تخضع بدورها لمجموعة من الأزمات الدورية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، بانهيار أسعار الدولار أو بانخفاض أو بارتفاع تكاليف البترول. يعني هناك مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الصناعة البرازيلية. للتذكير أن الصناعة البرازيلية صناعة قوية متطورة على المستوى العالمي، وهي من الدول الرائدة في مجموعة من الصناعات، لها العديد من العوامل المساعدة طبيعيا وكذلك معدنيا وطاقيا، وتوفر البلاد على مجموعة من المواد الإنتاجية التي تضخ في صناعة في هذه الصناعة. ثم أن هذه الصناعة تعاني الكثير من المشاكل. إلى لقاء آخر، دمتم في رعاية الله، لا تنسوا دعمنا في هذه القناة الثقافية والمعرفية، وأسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.